السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحداثة. اعتمد مجلس الأمن مشروع قرار روسي بشأن اليمن بعد إخفاق المجلس بالموافقة على مشروع قرار بريطاني، وينص القرار الروسي على تمديد العقوبات المفروضة على الأطراف المعرقلة في اليمن لمدة عام دون إشارة إلى إيران، بخلاف القرار البريطاني الذي طالب بفرض عقوبات على طهران لدورها في تزويد ميليشيا الحوثي بالسلاح. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا الموضوع في محورين: الأول طبيعة القرار الروسي ومستقبل التدخلات الإيرانية في اليمن، والثاني تأثير القرار على الشرعية والتحالف وأيضا الحوثيين. أجمع مجلس الأمن على مشروع قرار روسي بشأن اليمن بعد فشل تمرير قرار بريطاني نتيجة استخدام موسكو لحق الفيتو. من جانبها وتعليقا على الموقف الروسي، وجهت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وجهت اتهاما لموسكو بحماية إيران في اليمن كما حمتها في روسيا، ملمحة إلى إمكانية اتخاذ واشنطن إجراءات ضد طهران دون موافقة مجلس الأمن، ولا يستطيع الروس منعها حد قول المندوبة الأمريكية. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. روسيا تؤكد حضورها المؤثر في المشهد اليمني الملتهب، هذا ما كشفت عنه مداولات الساعة الماضية في مجلس الأمن، والتي أفضت إلى اعتماد مشروع القرار الروسي بدلا من مشروع القرار البريطاني. اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2402 الذي قضى بتمديد تدابير عقوبات مفروضة على الأطراف المعرقلة للتسوية السياسية في اليمن بموجب القرار 2140 حتى 26 من شهر فبراير من العام المقبل. اعتمد مشروع القرار بالإجماع بوصفه القرار 2402. ويؤكد قرار مجلس الأمن الجديد الحاجة إلى تنفيذ عملية انتقال سياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية. المندوب البريطاني أكد خلال مداولات مجلس الأمن ضرورة عدم تجاهل تهديد استخدام القذائف البالستية من اليمن بما يهدد بشكل جسيم السلم والأمن الدوليين، وأعرب عن قلق بلاده بشأن ما اعتبره فشلا من جانب إيران في اتخاذ التدابير الضرورية لمنع الإمداد المباشر وغير المباشر للقذائف البالستية وغيرها للحوثيين وحليفهم السابق صالح، وفق ما أفادت به لجنة الخبراء الدوليين. وفي حين أكد المندوب الروسي تأييده لغالبية نقاط مشروع القرار البريطاني، فإنه شدد على أن بلاده لا يمكن أن تتفق مع استنتاجات تتطلب إجراء مزيد من التحقق والمناقشات في لجنة العقوبات. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كان قد استبق اعتماد القرار الجديد بشأن اليمن باتصال أجراه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في مسعى هدف من خلاله على ما يبدو على إقناع موسكو بالموافقة على مشروع القرار البريطاني. فشل المسعى البريطاني لإدانة إيران أبقى طهران بعيدة عن تداعيات التطورات المقلقة للاشتباك المسلح الذي يجري في اليمن، وتجاوزت تأثيراته الحدود لتصل إلى الرياض. ونتيجة هذا الفشل جاء قرار مجلس الأمن روتينيا وتقنيا كما أرادته روسيا، الأمر الذي يبقي الساحة اليمنية مجالا محتملا لصراع الإرادات الدولية والإقليمية في ظل المراوحة الراهنة للمهمة العسكرية للتحالف وانحرافها الخطير الذي يهدد بتقويض السلطة الشرعية والدولة اليمنية برمتها. إذن مشاهدينا نستهل النقاش وينضم إلينا مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام من الرياض. سيد مختار مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور عليك ومشاهدي الكرام جميعا والضيوف الكرام. أهلا بك سيد مختار، اليوم نناقش قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات وهو يعني القرار الروسي، يعني ما نظرة الحكومة للإجماع الأممي على هذا القرار؟ أولا بالنسبة للقرار طبعا يأتي في إطار إجماع المجتمع الدولي على دعم اليمن واستمرار العقوبات على شخصيات كان لها أثر سلبي على العملية السياسية في اليمن وما حدث من أحداث منذ 2012 وحتى الآن. كان هناك اعتراض فقط
على من قبل الروس، وهو القانون وهو القرار الذي طبعا تم تقديمه من قبل الروس، وهو مناقض للقرار الآخر الذي تقدمت في بريطانيا، والذي كان يحتوي أيضا على إدانة واضحة لإيران، وهو ما فشل وتم تأجيل التصويت على القرار أكثر من مرة ولساعات طويلة، ولم ينجح مجلس الأمن في التصويت على القرار البريطاني، بالتالي تم التصويت على القرار الروسي الذي حذف فقرة إدانة إيران بشأن دعمها للحوثيين، مع أن هناك لكن الفقرة المحذوفة هي يعني تعتبر الفقرة الأهم في يعني سياق الأحداث الحاصلة وتغذية هذه الميليشيات بالأسلحة و يعني والدعم المادي وغيره. يعني كيف ستتعامل الحكومة مع النتائج السلبية لهذا القرار، خصوصا وأن القرار يعني ابتعد تماما عن إدانة التدخلات الإيرانية؟ أولا دعني أقول لك وأوضح للسادة المشاهدين أن الموقف الروسي منذ بداية الأزمة كان موقف إيجابي إلى صالح الحكومة الشرعية، لم يتم الاعتراف بالميليشيات الحوثية الانقلابية رغم كل ما حاولت به هذه الميليشيات أن تتقرب من روسيا، ولكن لم تنجح، والموقف الروسي ما زال موقف صامت بدعمها للحكومة اليمنية. والموقف أيضا الموقف الروسي من إيران هو موقف معلن أنها على علاقة استراتيجية وعلى تحالف متين بينها وبين إيران، بالتالي هذا الموقف هو ليس فقط يأتي في إطار استهداف اليمن واستهداف القضية اليمنية، إنما يأتي في إطار العلاقة الاستراتيجية بين روسيا وبين إيران، بالتالي علينا أن نبحث ما هي الأسباب. لكن سيد مختار أنت تقول أنه لم يعطي الميليشيا أي مكانة في التعامل، لكن القرار أيضا يساوي ما بين الأطراف الشرعية والانقلاب، ألا يعني هذا يعني انقلاب على القرار الأممي 2216؟ هو بالفعل بالنسبة للموقف الجديد للموقف الروسي هو موقف مقلق، وهو موقف أيضا يجعل من الشرعية ويجعل من التحالف العربي التحرك ومعالجة هذا الاختلال ومعالجة هذا ما حصل من تطور في الموقف الروسي. الموقف الروسي منذ بداية الأزمة في 2014 وهو طبعا صوت على القرار الدولي 2216 لم يكن حائلا أمام القرارات الأخرى، لم يكن أيضا داعم للميليشيات الحوثية الانقلابية، بالعكس كان موقفه موقف إيجابي، بالتالي ما حدث بالأمس هو نذير شؤم، ويجب أن تتحرك الشرعية ويجب أن تتحرك الدبلوماسية التابعة للتحالف العربي لمعالجة هذا الخطأ، لأن ما حصل بالأمس هو يعتبر تطور جديد وموقف جديد من الروس، يجب معالجته، يجب التواصل مع الجانب الروسي لمناقشة هذه التطورات، وأيضا يجب أيضا معالجة الإشكاليات التي حصلت ما بين الشرعية وأطراف في التحالف العربي، لأن هذه الاختلالات أو هذه الاختلافات تمكن للأطراف الدولية أن تلعب أدوار جديدة من خلال هذا الاختلاف، بالتالي ندعو أولا إلى إنهاء الخلاف والإشكاليات الموجودة والتي طرأت والتي هي لها أسباب طبعا والجميع يعرفها، ما حدث في المناطق الجنوبية من دعم للميليشيات خارج إطار الدولة وتمكين هذه الميليشيات من إدارة بعض المناطق، وهذا طبعا يعطي الروس ويعطي غير الروس المشروعية للتدخل، أن ما يحدث في الجنوب هو نفسه ما يحدث في الجنوب، وأن من انقلبوا في الشمال هم نفسهم من انقلبوا في الجنوب، بالتالي يمكن للروس لعب دور جديد غير الدور المرسوم له أو نعم. الدور الذي كان قد لعبه في السابق. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد مختار. أشرك معنا في النقاش الدكتور عبد الله الغيلاني محلل سياسي، سينضم إلينا من مسقط. سيد عبد الله مساء الخير. مساء الخيرات، مرحبا بكم جميعا وبالضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. أهلا بك سيد عبد الله. يعني تابعت المنافسة بين بريطانيا وروسيا حول اليمن في مجلس الأمن، وأيضا هناك فشل للقرار البريطاني ونجاح للقرار الروسي، ماذا يعني ذلك؟ هل لروسيا كل هذا النفوذ داخل مجلس الأمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يعني جملة من التحولات. أولا يبدو لي أن هناك تحولا جذريا في الموقف الروسي أو في المقاربة الروسية إزاء القضية اليمنية. صحيح أن روسيا منذ أن بدأت يعني أزمة اليمن ويعني كان لها موقف أقرب إلى تأييد الشرعية ويعني دعمها فيما يتصل بالقرارات الأممية التي يعني أخذت في الصدور منذ عام 2014 إلى هذه اللحظة، ولكن اليوم يعني صدور هذا القرار
وكان مشروعا روسيا قبل أن يتحول إلى قرار، يبدو لي أنه يمثل تحولا جذريا في الموقف الروسي. ماذا بعد هذا التحول يعني تشهد الأيام يعني القادمة هذه النتائج، ولكن يبدو أن هذه المسألة تأتي في إطار التحالفات الإقليمية الجديدة. روسيا اليوم يعني يتعزز حضورها الإقليمي في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، فهي حاضرة في سوريا بقوة، هي متماسة في الساحة السورية مع إيران ومع الولايات المتحدة ومع تركيا. علاقتها بإيران يبدو أنها هي الدافع الرئيس وراء هذا التحول. ولكن يعني تبقى هناك علاقات أو مصالح روسية بدول الخليج التي تقود يعني التحالف، ربما تؤثر يعني بدرجة أو بأخرى وتحدث شيء من التوازن في الموقف الروسي. نعم، لكن خلو القرار الروسي من إدانة لإيران أو حتى ذكرها، ماذا يعني ذلك؟ يعني ما هو مستقبل التدخلات الإيرانية في اليمن؟ كما قلت أن هذا القرار يمثل تحولا في الموقف الروسي إذا القضية اليمنية، ويحمل على طبيعة العلاقة التي لا تزال يعني تزداد متانة وتعاظما بين الاتحاد الروسي وبين إيران. العلاقة بين روسيا وإيران علاقة استراتيجية ضاربة الجذور، هناك مصالح مشتركة في جملة من الـ من الـ من الـ من الـ يعني الملفات، وبالتالي أنا في تقديري أن روسيا بهذه الخطوة قدمت مصالحها الاستراتيجية مع إيران على يعني الموقف من اليمن. إيران في كل الأحوال يعني هذه القرارات يبدو أنها لن تغير يعني الوقائع على الأرض. إيران في كل الأحوال هي لاعب رئيسي في الأزمة اليمنية، إيران هي الداعم الرئيس للحوثيين، وبالتالي حتى على مستوى الحلول السياسية لا يمكن يعني الصيرورة إلى حلول سياسية ناجزة فيما يتعلق بالأزمة اليمنية دون استيعاب إيران، باعتبار أن الحبل السري للحوثيين موجود في طهران، وطهران هي الداعم الرئيسي يعني الحوثيين. ولولا الدعم الإيراني العسكري والسياسي والاستخباراتي والمالي أيضا لم استطاع الحوثيون أن يبقوا في شدة الحكم إلى هذه اللحظة. فهي يمثل تحولا في الموقف الروسي، ولكنه يعني يحمل على طبيعة العلاقة المتينة بين روسيا وبين إيران. نعم، لكن بالنسبة يعني لازدواج الموقف الروسي سابقا، يعني كان هناك موقف مع يعني الحكومة الشرعية وموقف مغاير مع الميليشيا، هذا القرار ألا يوصل الطريق إلى موقف واحد قد يفهم؟ نظريا أخي الكريم ما زال الموقف الروسي داعما للحكومة الشرعية، يعني روسيا بهذا القرار لم تعترف صراحة بالحوثيين، هي لا تزال تعترف بالحكومة الشرعية، ولكن كما قلت يعني بسبب وجود إيران ربما أخذت يعني أخذ الموقف الروسي هذا يعني المنعرج. الآن على الحكومة الشرعية وداعميها ومؤيديها وحلفائها أن يسعوا إلى الضغط على روسيا بحيث يعني لا تصدر قرارات أممية أكثر شدة وأكثر غلظة، يعني تجعل الأمر أكثر صعوبة. هذا دور الحكومة الشرعية الآن، يعني الدبلوماسية اليمنية ممثلة في حكومة الرئيس هادي عليها أن تسعى في التوغل أو في اختراق الموقف الروسي أو على الأقل الحيلولة دون أن تتطور الأمور إلى الأسوأ. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي دكتور. أعود بسؤال لمختار الرحبي مستشار وزير الإعلام. يعني سيد مختار، ألا يؤثر هذا القرار على تطبيق المرجعيات المعلنة للسلام في اليمن؟ هو بالفعل كما تحدثت سابقا أن القرار الجديد أو الموقف الروسي الجديد سيعمل على إرباك المشهد اليمني، خصوصا أن الجميع والمجتمع الدولي قد كان اتفق سابقا على أن إيران هي الداعم الرئيسي، وهناك شواهد وهناك أدلة بأن إيران هي التي تدعم الميليشيات الحوثية. بالتالي الموقف الجديد سيربك المشهد وسيجعل من الدبلوماسية الخليجية والدبلوماسية اليمنية أن تتحرك لتلافي تصاعد الموقف الروسي، لأن الموقف الروسي ما زال حتى هذه اللحظة يعتبر موقف إيجابي من الحكومة اليمنية والحكومة الشرعية والتحالف، وأيضا لم يعلن صراحة عن دعمه للحوثيين في اليمن، إنما ما زالوا يدعمون من يقف خلف الحوثيين وهي إيران.
نعم، لكن سيد المختار يعني ضيفي الآخر الدكتور عبد الله الغيلاني المحلل السياسي يقول أنه يعني بهذا القرار ستكون هناك تحولات كثيرة، وهذا يتطلب يعني جهد أكبر وتحرك أكبر يعني للجهات الدبلوماسية في الحكومة الشرعية. هل لدى الحكومة خطوات قادمة في هذا المجال؟ أتفق مع ما قاله الدكتور جملة وتفصيلا أنه لا بد من التحرك، وبالأمس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني تواصل مع نائب وزير الخارجية الروسي، وهناك تواصل، ورئيس ووزير الخارجية اليمني كان قد قام بزيارة رسمية إلى موسكو والتقى بوزير الخارجية وبالمسؤولين الروس. بالتالي أنا أعتقد أن الحراك الدبلوماسي اليمني يقوم بأداء دور إيجابي في هذه القضية وفي موضوع التواصل مع الجانب الروسي الذي يعتبر موقفه موقف مهم جدا من القضية اليمنية، وأن تكسب الموقف الروسي يعني أنك قد كسبت موقف كبير لعدم يعني تطور المشهد في اليمن. الحوثيين يراهنون على إيران ويراهنون أيضا على الموقف الروسي، ما زال الروس حتى هذه اللحظة يقفون بجوارنا، يقفون مع الحكومة، لم يعلنوا صراحة موقف داعم للحوثيين، حتى أنهم حينما قتل علي عبد الله صالح على يد الحوثيين أبدوا انزعاجهم من الحوثيين وقاموا بسحب أيضا سفارتهم، وهي السفارة التي كانت متواجدة وطبعا سحبوها قبل مقتل علي عبد الله صالح. بالتالي نقول أنه من المهم جدا على الدبلوماسية الخليجية والدبلوماسية التحالف العربي أن تتواصل بشكل مهم جدا مع الجانب الروسي لتنافي أي مواقف سلبية قد تكون في المستقبل، يعني قد يتطور الموقف الروسي لإدانة ما يحدث في اليمن، قد يتطور لدعم الحوثيين، قد يتطور إلى ما لا يحمد عقباه. بالتالي نقول أنه من المهم جدا التواصل مع الروس وإيضاح الصورة الحقيقية وإيضاح وتسليم ملف متكامل لتدخلات إيران ودعم إيران وشواهد وثوابت تؤكد تدخل إيران في اليمن ودعمهم للميليشيات الحوثية. نعم، إذن السيد مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. سينضم إلينا من الرياض المحلل السعودي سلمان عسكر. سيد سلمان مساء الخير. مساء النور على مسألة. أهلا بك سيد سلمان، يعني هنا نتحدث اليوم عن القرار الروسي الذي اعتمد في مجلس الأمن بالنسبة للتحالف، ماذا يعني فشل القرار البريطاني الذي يدين إيران ونجاح القرار الروسي في مجلس الأمن؟ بالنسبة للقرار يا سيدي، أولا قبل هذا القرار لنعود لننظر لقرار 2016 ماذا تم بشأنه منذ اتخاذ القرار. نعم. أضف إلى ذلك يا سيدي البنود التي تحت هذا القرار ماذا نفسد منها من جانب مجلس الأمن؟ هذه التساؤلات يضعها على طاولة مجلس الأمن قبل الإجابة على السؤال. يا سيدي ما يحدث في اليمن لا يحتاج إلى انتظار قرارات مجلس الأمن. ما يحدث في اليمن انقلاب على سلطة وحكومة شرعية واتخذ قرارات من مجلس الأمن ولم تنفذ. ما يحدث الآن داخل أروقة مجلس الأمن هو مجرد إسقاط وتهميش للقرار 2216. مجلس الأمن الآن لم يعد وبكل صراحة ذو نفوذ أو سلطة. من يدير الأمور هي إيران، وتتحكم في الأمور كيف ما تريد وتعبث بمجلس الأمن، ومجلس الأمن يعلم ويعرف يقينا أن إيران هي من أثارت الفتنة في اليمن، وهي من انقلب على السلطة، وهي من أثارت الفتنة في العراق، وهي من أثارت الفتنة في سوريا، ولكن مجلس الأمن يغض الطرف لمصلحة. طيب سيد سلمان، يعني لا قرارات مجلس الأمن نفذت ولا إيران يعني بترت يدها الممتدة إلى اليمن ولا انقلاب سقط ولا عادة شرعية، ما الحل؟ الحل أن لا ينظر لمجلس الأمن وأن يبقى مجلس الأمن مجرد اسم لأن لن يعد له دور هو الأمم المتحدة. الأمم المتحدة جزئية من منظمة مجلس الأمن تعمل تحت شراعه ولا تقوم بدورها ولا مهمتها. انقلاب وأدلة وبراهين على أرض الواقع في اليمن غض الطرف عنها. نعم. طيب يعني البعض يقول سيد يا أخي الحضورات. نعم، لكن سيد سلمان البعض يقول بأن تمرير القرار الروسي يدل على نجاح الدبلوماسية الإيرانية وفشل الدبلوماسية السعودية، كيف ترد؟
لا لا لم تفشل الدبلوماسية السعودية أبدا، بل هي كانت داعم أساسي للمشروع البريطاني. المشروع، مشروع القرار البريطاني، كانت السعودية داعم أساسي لهذا المشروع أو مشروع القرار. يا أخي الدبلوماسية السعودية أو السياسة السعودية بالأحرى يا أخي تحترم القوانين والمواثيق الدولية. الدولة معترف بها في الأمم المتحدة وتقوم بواجباتها وقيمها وأخلاقياتها المعتبرة أمام العالم، لكن هناك دول للأسف ساقطة لا تحترم لا قوانين ولا أعراف ولا اتفاقيات دولية. نعم. يعني ماذا يحدث في اليمن الآن يا سيدي؟ السعودية هي مجرد منقذ. السعودية قدمت كل المساعدات. السعودية وقفت مع حكومة شرعية ضد انقلاب داخل اليمن. السعودية يعني لها اليمن دولة شقيقة، جارة، صديقة، تربطنا معها عواصف دم وأخوة، وما تقوم به السعودية واجب ديني وطني تجاه الأمة العربية. نعم. إيران لا تريد كل هذا. نعم. إيران وقطر تعمل لزعزعة أمن المجتمع العربي. يا أخي لازم نفهم الكلام. طيب. ولازم نصل إلى مرحلة أو على الأقل تفكير يعكس أن ما تقوم به إيران وقطر هو خلخلة للمجتمع العربي وتقسيم للدول العربية. طيب سيد سلمان، العربية السعودية. سيد سلمان، سأعود لأكمل معك فيما يخص قرار مجلس الأمن، لن نتشعب لمواضيع أخرى، ولكن سأعود إليك بعد قليل. دعنا أعود للدكتور عبد الله الغيلاني المحلل السياسي. يعني دكتور، البعض يقول بأن وصول الأزمة اليمنية إلى هذا المستوى من الفشل داخل مجلس الأمن يعود إلى فشل الدبلوماسية السعودية و نجاح للدبلوماسية الإيرانية، ما تعليقك؟ نعم أخي، علينا أن ندرك أولا أن هذه القرارات في مجلس الأمن لا تصدر بخلفية قيمية أو بخلفية مبدئية. الصراعات الإقليمية وبالتالي المواقف الدولية إزاء هذه الصراعات تحكمها مسألتان. المسألة الأولى هي المصالح العليا لهذه الدول، لهذه القوى الإقليمية والدولية، وموازين القوى القائمة. في كثير من الأحيان هذه القرارات تعكس صراع بين الكبار، بين القوى الدولية والقوى الإقليمية، أكثر مما تعكس مواقف يعني قيمية أو مواقف مبدئية إذا هذه الأزمة أو تلك. هذا من حيث المبدأ. أما من حيث يعني التعامل العملي، نعم يعني أنا في تقديري لا، الحكومة الشرعية اليمنية تملك رؤية، ليس هناك حراك دبلوماسي، وكذلك الدعم الخليجي. الدعم الخليجي اليوم لا يتحرك لا على المستوى العسكري ولا على المستوى السياسي. يعني هناك جمود في العمل العسكري، هناك جمود في المبادرات السياسية، وهناك أيضا يعني تراجع حتى في الحملات الدبلوماسية. وإلا فماذا يعني انتصار القرار الروسي في مجلس الأمن؟ روسيا يعني كما قلت في مطلع هذا الحديث، يعني هذا التحول الذي جرى على الموقف الروسي سببه إيران، العلاقة المتينة بين روسيا وإيران. وأخشى أن هذه المسألة تقود إلى تحولات أكثر. روسيا اليوم تعيد تموقعها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط قاطبة، وبالتالي هي تنظر إلى الأزمة اليمنية باعتبارها جناح من أجنحة الأزمات في هذه المنطقة. روسيا تعد العدة لأن تكون شريكا وأن تكون لاعبا إقليميا في يعني هذه الأزمة اليمنية. وبالتالي أنا كما قلت يعني على الحكومة الشرعية وعلى الداعم الخليجي أو الحليف الخليجي للحكومة الشرعية أن يشرعوا الآن في حراك دبلوماسي ربما يخفف من مزيد من التوغل في المواقف الروسية المساندة لإيران. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا دكتور عبد الله الغيلاني محلل سياسي، كنت معنا من مسقط. أعود لضيفي الآخر المحلل السياسي سليمان عسكر. يعني سلمان عسكر، سيد سلمان، يعني هناك من يطرح بأن القرار البريطاني والقرار الروسي هو مجرد لعبة دولية لتمويه السعودية، وإلا كيف تنجح دولة واحدة هي روسيا بتمرير قرارها أمام تلك الدول العظمى؟ أنا ما أسمع سؤال صديقي، وأنا أيضا لم أسمع حتى لقاء طرف آخر.
نعم، يعني هناك من يطرح بأن القرار البريطاني وأيضا القرار الروسي يعني هما مجرد لعبة لتمويه السعودية، وإلا كيف تنجح دولة واحدة هي روسيا بتمرير قرارها أمام كل تلك الدول العظمى؟ سيد سلمان هل تسمعني؟ سيد سلمان هل تسمعني؟ إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالمحلل السياسي السعودي سلمان عسكر، هو يعني كان آخر سؤال يفترض أن يطرح على السيد سلمان، لكننا فقدنا الاتصال به. هنا وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث، أشكر ضيوفي، أشكر سلمان عسكر المحلل السياسي السعودي، وأشكر أيضا الدكتور عبد الله الغيلاني محلل سياسي كان معنا من مسقط، والشكر أيضا لمختار الرحبي كان معنا من الرياض مستشار وزير الإعلام. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه.